الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. دسم عيلو تفسير كشاف سورة الرحمن آية 26-28 ودعا پشته دبك ربما كل من عليها فان كل اكل سر أرضي ده أو يعرفنا يعني تشتكي كل لسر ري أرضي ده جانلي ده بمينتنا وحتى غير جانليجي اللي يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات وإيه بيشنون فارتش تناوي شنون يالنس ويبقى وش ربك ذاك ربي تبمينة أو ربي تيك وياخد أو ربي تبقجي بالجلالي ودي عظمتي والإكرامي وخدي قنجية بمخلوق خوي كإنان جوان بربي وان و بأمر ربي ومهي اشتكو اذ فنا بخجي نعمتك هي و اهل طاعت دي مكافات خل بذي مكافات عنك بذن هي ايجا خلق على بذبك فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جميل اذن نعمت ربي خل بكي جاوني كاتكين تمام نعمتك خل أبدي سعادة أبدي وشتكي كنبين كاربكن وأبنكن هي تبي كل من علي على الأرض فاني ترفناي ويبقى وجه ربك وجه ذاته ذات ربك والوجه يعبر وجه وجه ذات بقري بذي معنى وجه تبني والوجه يعبر به بوجه عن الجملة والذات جمله يعني تمامه وذاته تبدا عندن ويبقى وجه ربك يعني ذات ربك بقيه ومساكن مكة تخير مكة يقولون تقولون أين وجه عربي كريم ينقذني من الهوان كي دري ذاتك يا عرب وخنجبه ومجده فقيري خلاصك جبي اسيتي خلاصك تبدا جيوشن يعني ذات تبارك ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام اذ ذو الجلال صفه الوجه كي مجوجه ذاتك وقرأ عبد الله ذي الجلال خمدية يعني بأوي خمدية بالجرعي خمدية جرع صبيائية على صفة ربك كأب زيد بصفة ربك ومعناه معنى ذو الجلال والإكرام كيه الذي أو خدائك أو ربك يجلوه الموحدون يكو أهل التوحيد بكنجته عن التشبيه بخلقه وعن العالم سيدا يجله يا يجله يجله عظيمة ويتكن عن التشبيه بخلقه وعن العالم تشبيه بالمخلوق وبفعل المخلوق ويجوانا من الزادكن نبي خد تعالى تشبيه كل لايقه بعظمة الكبرياوية ودا جي من الزهر مان دبك او الذي يقال له ذو الجلال والاكرام او الذي يخرج الزو بمعنى الذي الذي يقال له وتنجره ذو الجلال الذي يعني ما اجلك واكرمك تقى جلالتك عظمتك وقنجيتك عظمتك مزنة وقنجية السن مخلوقك شخص قرع أو ياخد ذو الجلال يا ذي الجلال أم من عنده أو فضائق الجميع الجلال والإكرام عظمته وقنجية للمخلصين تبو إيك خالص من عباده إيش عبادة فضائق وهذه الصفة الصفة ذو الجلال والإكرام من عظيم صفات الله صفات صفات فده تم وزنه
أجي يفجوان صفات المزنة حقيقة يعني ذو الجلال والإكرام صفات المزنة دي بلي وقد قال الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه قلت يا پیغمبر خدي ألغوا بياغر الجلال والإكرام لازم بقاضي كلنا خدا بياغر الجلال والإكرام بياغاضي كن بياوي قاضي خدا بكن أي خد تعالى يحتاجي و مراد أخوه اللي بيجي يحتاجي وتنينك وعنه عليه الصلاة والسلام جيسا شبه عمبر خدا صلاة والسلام هو عليه به أنا ودي أنه في عمبر خدا مام وفي رجني وهو يصلي يعني درباس ملكي كي وهو بي ملكي يصلي يعني بعد الصلاة خدا بشي الميجا خدا نكد نوال مجد آوادكو بشتي الميجا خو أوادكو ويقول دقو يا ذا الجلال والإكرام شتي تقو نعم يا عمر الخدا ديكو نيركا كي تبشتي الميجا دا قاضيت كي تبكي يا ذا الجلال والإكرام دبيجا فقال رسول خدا عليه الصلاة والسلام هو قد استجيب لك أو تشكو تش خدا دخوزي دعاء تقبل بيه شتيك دعاء تقبل بيه دمه كي پیغمبر خدا جي عليه الصلاة والسلام تشفيق عمدك وقتا كان بخوزن دعاء ما قبول ببن إن شاء الله بخوزن دعاء ما قبول ببن جي ام بيجن قاضي خديكم بياز الجلال والإكرام فإن قلت سؤال كي من يعبد في ذلك كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني بفناء مخلوق تريد شن نعمتي قد بي خدا بيد دي سبي اي ربكم ما تكذبا اذا قلت ادبجم كي اعظم النعمتي وهي اعظم النعمات اذكو مجيء وقت الجدائع عقب ذلك حتى تمام زي روح جان لي نبن فنا نبن مري حشر شي نبا قيامت را نبا مخلوق شي قبر قران ابن او عبادتك مكافاتك في الدنيا قنجية فكرنا ناقن وي مكافاتا جزائي وي قنجي اشتجبو خاطري وي خاطري كدقين جزائي نعمتي وي ابدية ونعمتي جنتية جويز الى ترجي كغباء خدية جويز الى ترجي كديتنا خدايا آبانا نكات بشي مرن دا جبو كتشي دبن اشتا خود تعالى دبن كي دبي نعمت دعا مستر اشكي تن نبا نعمت خدا ونكي جا ينكار جينا ونكي جا كارن بمشنا دبن كر خالق عالمي يسأله من في السماوات والأرض ملائكة آسمان جي سؤال آوان ش خدايا و مخلوق أرضي جي سؤال آوان ش خدايا ش خدا دخات نقصنا آوان ش خدايا تابي مخلوق آسمانا ملائكة أبي أرضي جي إنسان و جن ويأخد الحيوان وإن من شيء إلا يسبح بحمده الكس الحيوان كجي بغيك يحجر جانلكي محقق بزمان فحالك ويأخد بواقك أو إش خدا تشكي دقازة يعني مثلا عرض شق دبد بباران يسأله من في السماوات والأرض كل من أهل السماوات والأرض مفتقرون إليه محتاج إلى الخدا فيسأله أهل السماوات أهل عصيمان أشخد دخزن ما يتعلق بدينهم اشتركوا بالدين وان وعلى أهل كرس العربي وشترى بجم خارن وخارن بخلنا أهلي بيها وينه تشتيك الدين وما إلى إلجيلية شواش المسلمان أرى دعاء دكين ويستغفرون للذين آمنوا و استغفار المسلمان أرى دكين وتسبيح وتهليل وتقديس خدا دكين وأهل الأرض يجي أو تشتيك بنا إلجي بأهل السماوات أسوال إيش خدا دكين أهل الأرض يجي ما يتعلق بالدين وما دنيا تشتيك الدين وما بالية تشتي قول دنيا ما باليه وي سؤال ايش قد يتكن يا ربي الحياة ما بتاعت وعبادة خم بين درباس بكي يا ربي تو دنيا ما بلا ومصيبتاش ظالمة ما محافظة بكي اوه
مقدوریت ما بن توی گیدر میش بکی بیا ویش از اونم او وقت از نخشری دا او اوچاق فلان وانت نبونه مثلا اهل آسیمانا ایجا مثلا بکو آنا درتین آسیمانا درتین سیاحت او طیر و ترود کل هوانه مثلا اوانا اوانا ایور آتا ایور یعنی زنخشری بحث اوانا نکریه یعنی ساده اهل آسیمانا ملیکه تنینین نام مجا عام گویا ما گفت شک عام عمومی ولا رق یعنی ساده جه انسان نابجی ما گفت هر شک مخلوق و این میشه ایلا یسبیح و بحمدی ایلا حتا عرض داهی ترک لیت کنن باران اتفاق ای از اونم دقیقی مثلا اویا ساده جه باغلی ملائکتا کریه لو ما گفت یه فیس الو اهل سماواتی ما یتعلق بدینیم بعض دنیا نکریه اما از شک و دویم دویم نه ملائکتا نینه اوجي عيني وك اهل ارضي ما يتعلق بديني ودنيام تف يعني اهل عاصمانا كتب بيجي يعني اوانا كتونة سريبة تشوارا بي ايه كتونة سريبة اوك ده اوچاق ده ده چه ده چه هواش قده ده خوزة يا ربي تو محافظة بكي يا ربي تو وي سفرا مبخير بگرينين وسا ايرا اما ديس اهل ارضي نه اهل ارضي شما اهل عاصمانا بل ديس اهل ارضي يعني تيت شد درغجي تقرج تيت ارضي لا لا كل كل يوم هو في شأن ذهب وجداء خدا بالشأن كده يعني أي كل وقت وحينين هر وقت وهر حين هر زمان هر ثانية هر ساعة هر وقت يحدث أمورا خدا هنك إظهار هنك أمرات إجابة هنك أمرات ويجدد احوالا هيك حالات تزد كما روي عن رسول الله صلى الله عليه واله انه في غنبر خدا تلا كل يوم هو في شان قن فقيل له في غنبر هذا قلت وما ذلك الشان او شان خذ تعالى قلت كل يوم خدا في شان او شان كيا فقال في غنبر خدا عليه الصلاه والسلام قلت من شاني ان يغفر ذنبا جشان خدايا جعظمتاوية جوظيفاوية كو قناعتك ويفرج خربا شربا ازنتيا الشر مرض وانا راك ويرفع قوما قومك بلن بك وانتك خدي دولة ويضع آخرين دولتي جنكا جيب السينة اهو قلت يا پیغمبر خدي ببي اهو اشي خدي وظيفة خدي قلت يا وعن ابن عيينة الدهر عند الله تعالى يومان ابن عيينة دبك دهر زمان الجم خدي دروش يك أحدهما اليوم الذي هو مدة عمر الدنيا جاء ولي شبنا الدنيا حتى خربنا الدنيا روجك الجم خدي فشأن وشأن خدا فيه دفع رجدا الأمر أوابكن والنهي فلان فلان نكن والإماتة سخرنا والإحياء إماتة مرنا والإحياء سخرنا والإحطاء داينة والمنع من عاج داينة هذا إيش الدنيا والآخر إجا إيش رجع أخذت يوم القيامة يا رواد نكاك رواد قيامة فشانوا فيه شان خدا دو رجدا الجزاء والحساب مكافأة ضد آل إيمانه وعذاب ضد آل بإيمان والحساب حساب وان ضد ديتن كيف كيرا ظلمي كربا تعبيه كربا شكربا أوان عنك خود تعالى التب وحساب وان جوان دستينة سؤال جوان بك وان آل باش جنة آل خراب جهنم مالك. فقيل قلقي قلت كل يوم من هو في الشانين دي آيات نزلت في اليهودي نازل بها بحق قوتنا يهودية ذاك قوتنا يهودية حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيء قلت رجع قد تعالى يعني دنيا وقتها قد شيء كبير رجع لعد الدسبي كبير رجع لعد الدسمي أرضي شيء كبير سيشم وشارشم قوت أرضي شيء كبير بشم این یجی آسمان چه کریه
وشب تجي سرحتي من يا وانا بيقوتني قوتني اجا قلت لها رد وانكيك وكل يوم من باب الشاهي يعني وانضربت من دبي رسالة بعض الملوك وزيرا بعض الملوك وزيري خو سؤال عنها جبي آياتا كل يوم في الشاهي وفي الشاهي فسمى هذا هو إلى الغادي منو وزير طلب مهلته فرصة جملوك وعطى سبي جملة مسعادة كهذا شو هيك بسجاب ويأخذ هرمي شينكي سؤالي وذاب كيبا وزير تشو حزين بو يفكر فيها بذي آتها تشون جدبو فقال غلام الله أسود فزما تشكيوي رشد كولاب يا مولاي يا فندي أخبرني عما ما أصابك ولا شمرتي تشبه التبلات سريت تحسن لي تزنت لي وكتشيات بسري فقال وزير قوكي أي فقال ها لعل الله يسهل لك على يدي أمدكمك شاعت أخبيني ما أصابك إذا وزيقك شاك ولا قوك إبالك أمدكم خد تعالى شبه البسريتا لسدس مشترى رحبك فأخبره وزير جرق ولا ملوك جمر قدية كل يوم هو في شاني معنى ذاتي شيء فقال له خلام قوكي أنا أفسر على الملك جملك ربيجي أجرى تفسيرك ما أشخل ما يبكم فعلمه فعلمه وبيبدا زانيني وأرجى ربيجي فقال صبي قوكي غلام قوكي أيها الملك شان الله إشي خدا أبا أن يولج الليل في النار ويولج النار في الليل شبيب بروجي بنا روجي بشبيب ويخرج الحي من الميت صغا جمريا درخه يعني جهيكي تشكي درخه جاوي ان حياتا انسان حي درخه ويخرج الميت من الحي ومري يجي يعني اوا شوتي وياخذ شي هيك شيكا صغي جمريشكي اوا شوتي جي انسان ويشتي سقيما نخش صاحبك شفا جواب شينا ويسقم سليما إكو نخوش أجي أن سليما نخوشينا ويتنا نخوشينا بيك ويبتلي معافا إكو بلا سري ويتنا بلا يبدوي ويعافي مبتلا إكو بلا يدايا عافيته بيك ويجي بلا يدرسا ويعز زليلا إكو زليلا ويعزيز بك ويزل عزيزا عزيز يجي زليلا ويفقر غنيا ويغني فقيرا فقير زنجيني فقير بك فقير زنجين بك فقال الأمير أحسن له ولا ولم بوتا خشك جواب وأمر الوزير أمر وزير كر أن يخلع عليه ثياب الوزراء وزارة ولا لك جلي وزير كير في ميركيك في كوريك فقال سبيقو يا مولاي قمزن من هذا مشان الله اشتا ارجل وزيرتي كل من لا ارجي اشي خداي ولك جل وزيرتي لي وعن عبد الله بن طاهر انه عبد الله كر الطاهر دعا الحسين من الفضل قال لي حسين كر الفضل كر وقال له اشكلت علي ثلاث ايات ولا سحب ايات سن من مشكله دعوتك أرغابي تتكمك لتكشفها لتشبه بيان أول آياتها سمر بك يك قول تعالى فأصبح من النادمين أنا دبيك قابل هابيل كوش بشي كوي كوش فأصبح من النادمين قرياش بوشمانا يو تشوف بوشمان بينا شما خود تعالى بيعفوينك يجمرا مشكلة أبو يك أن الندمة توبة توبة وحلب كيجي توبة كربة ما خذ يعفو نكي أذيا جمرة نبل وقوله تعالى كل يوم هو في شان خذا هروش كي إيش كي إبداتك يعني ظهرتك هروج وقتك وقد صح أن القلم قد جف بما وكائن إلى يوم القيامة تشتكوا جق
اولی چکرنه حتی داویه و چی ببه چی بوی ناوی قلم عشق بیه آرتا تشکینا نویسینه یعنی تشکی که ببه ای ببه قدیه چیه ایجا شئن لکما یا جمرا مشکله بودو دو و قوله تعالی و ان لیسه لانسان الا ما سعا چی انسان با فایده نینه الا او تشکی که انسان خدمت که یا خدمت انسان ببه تشکی که فایده انسان بده کار انسان بده تو نیه فما بان لک آفی جب کو خود تعالی پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام دو قرآن ده جی ایکو اوه اوه خراب که ده اوه اوه قطب ده مثلا مثل الذين ينفقون اموالا في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء هذه الكلمة جاء الا ما صعبك وسعيبك لا ابن طاعتي الطنب فكتش بها ربي فقال الحسين حسين كوري كيبو حسين كوري عب كوري تطس بوكي يجوز أن لا يكون الندم توبة في تلك الأمة يعني بوشمان بون توبة نبت زمان حضرت آدم عليه السلام يعني أمتي بري بيغمتا بيغمبر ما عليه الصلاة والسلام بوشمان بون توبة ويكون توبة في هذه الأمة دفي أمة لا توبة أما أمة بريدة لا توبة يعني بوشمان بون من في عطاوي ندايا أقول جي مثلا ملك بوشمان بيا نجبوك ويكشتيا بوشمان بيا جبوك ويهم كتيا ندانا كدا ببا چمكا جي أجبوي بوشمان وأبيع جي والحمد لله وقيل ويكون توبة هذه الأمة ويكون توبة في هذه الأمة تجمع لأن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بخصائص لذلك لم تشاركهم مشاركة نكرنا في أمة را فيها دوان خصائص دا لم تشاركهم فيها الأمم أمة بني وقيل قلن قلت إن ندم قابيل وشمابونا قابيل لم يكن على قتل قابيل شبو قابل كشتيا جبوي كوشمانبون نينه ولكن على حمل كويل كتيا قران دي نظام بيت شمكاشي أرسلي كوشمان وأما قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى معنى في آياتي كشتيا فمعناه ليس له إلا ما سعى عدلا بعضلة إلهي أو تشك بك أذي جرائي باشي خرابية بجرائي أذي عضلة إلهي أما فضاد بي ولي شمرا هيا فضاد بي يتكيا منا هيا كو أن أجزيه بواحدة ألفا فضلا أذبيكي حضاري بدميكي أو يجي قنجيا منا أو نعم لا يجو فضلا أو يفضى إلهية وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن أبيا فإن شؤون يبديا لا شؤون يبتديا أبيا ذات قلم تشتك أو الشيء ببا حتى قيامت قلم بيا نبيسان يو عشق بيا قلم أد أزالي دا أذياني كاعبتيت لوح المحفوظ ذات نبيسان من قدام دي أما أتشتك وشي دبا أذياني كا نكو خود تعالى إبداع ذاتك زعر ذاتك نيه بتبيا نكو باشران بيساوي ذاتك ويبني تشتك دي نعم يبديا ويس إظهارك لا يبت لا شؤون يبتدئها نكوين كي شؤون كي نودس بيتك نبوي معنى فقام عبد الله ربو وقبل راسه وسري ماتك وسوغ خراجه وسهل كرحتك خرجه يعني فيليوم ذلك يعني الحق يعني هنك يبتشتي عندك برابة ده بس يعني سنة وسوى خرج أي سهل وعينة من صاغ من صاغ الشراب يسوع سوغان أي سهل مدخله في الحلقين إجا وسوى يعني أو أي ذلك يعني عندك كرا بني بس يا ظلام يتوزان إيرو بس أصابكم أو كيدا يقولك أو يقولك وأدناك جميعك يعني تاركي بكين بهالكت بني طبعا هذا بيجي بس أما عندك قاعد بيجي ما يزول أما هذا بيجي إن شاء الله أما فيديو سيرو بيجي مكين.